السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا اللي هي كنا قاعدين نحكي فيها عن الـ Personal Access Token، اللي هي التوكنز اللي أصدرناها في المحاولات. المفروض أنه أنا لما أسوي تسجيل دخول المفروض أنه هو يمسح لي التوكن الخاص فيها. طبعا هذه عن طريق اللي هي النيم، هذه راح نخليها اللي هي Let Device ID، اللي هو لكل جهاز هيكون فيه له ID خاص فيه، هي هذه اللي راح تتسجل هنا في مكان النيم. أوكي تمام. طيب خلينا نحذف هذه البيانات حاليا عشان نبدأ الشغل من أول ونشوف إيش الطريقة المناسبة لإلها. طيب عن طريق هاي الشغلة عشان نطلع الـ ID الخاص في هذا الديفايس، احنا محتاجين باكج اسمه Platform Device ID. فهنيجي هنا على اللي هي الباب ديف، اوكي نكتب له هنا Platform underscore device underscore ID، اوكي راح يطلع لي الباكج هذا، اوكي اللي هو you can get device ID from platform لينكس، ماك، ويندوز او اندرويد او اي او اس او ويب. اوكي لكل جهاز حيطلع لي الديفايس اي دي تبعه. فهناخذ هذا الباكج، هنروح على الانستليشن. طبعا في عندنا هنا اللي هو الدوكيومنتيشن تبعته عن طريق الانستولينج. اوكي هناخذ اللي هي الرقم تبعها او الديبندنسيز، هنروح على الفلتر، هنروح على الباب سبيك يامل، نكتب له هنا Platform Device ID ونسوي له pub get. اوكي تمام. الان هو خلص نزل لي المكتبة على البرنامج تبعي. تمام نرجع. طيب الان احنا كيف بدنا نطلع الديفايس اي دي هذه؟ راح نسكر الباب سبيك وراح نسكر الناف دراور هذه واليوزر دوت دارت والديو، هنرجع على الاوث. تمام هنا عندنا الفيتش الفيوتشر اتمت، هنسوي كمان فيوتشر جديد اللي هو عباره عن فانكشن، هنكتب له هنا فيوتشر اللي هو جيت ديفايس اي دي. اوكي هنقول له هنا السينك كيرلي براكتس ونسوي له هنا متغير اسمه device ID عن طريق اللي هو string device ID. اوكي هنسوي try catch اللي هو catch اللي هو error. اوكي تمام. هنا انا في اللي try هنكتب له الأمر اللي هي device ID يساوي اللي هي await platform device ID dot get device ID. طبعا هذه من المكتبة نفسها. أوكي فهو المفروض أنه حاليا سوى لي import للdevice ID هذه. أوكي تمام. طبعا هذه developer delete لأنه إحنا حذفنا اللوج. تمام في هذا الوضع هو جاب لي الديفايس اي دي، هيجيب لي اوتوماتيك عن طريق اي جهاز بنسوي عنه تسجيل دخول. طيب هذه الديفايس اي دي كيف بدنا نستدعيها مع عمليه اللوجن؟ اوكي فمعناته انا لما اسوي لوجن المفروض اني ابعت مع الديفايس اي دي عشان يحفظ لي اياها في الداتابيس، عشان يحفظ لي اياها هنا في الداتابيس في النيم. اوكي تمام. فمعناته انا هرجع ل اللوجن اللي هي الفيوتشر لوجن. انا عندي هنا ارسلت له اللي هي الكريدنشال، فبدي ارسل معها كمان الديفايس اي دي بحيث انه نسجل التوكن هذا على الديفايس اي دي. تمام. طيب هنا عندي في اللوجن انا راح اسوي له تعريف اللي هي للديفايس اي دي هذه اللي عشان نجيبها من الفانكشن تبعها اللي هو الفيوتشر. فنحكي له هنا string اوكي device ID يساوي اللي هو await get device ID اللي هو الفيوتشر اللي احنا كتبناه تحت هنا. اوكي هنقول له جيب لي الget device ID اللي هو هيستدعي لي اياه.
تمام. نرجع لفوق في عنا هنا الديفايس اي دي، هذه انا اخذها كوبي ونيجي على الكريدنشال هذه، كيف بدنا نضيف معها الديفايس اي دي؟ كل اللي هنسويه دوت اد اول، اوكي، ونحكي له هنا انه والله يجي كيرلي براكتس اللي هي الديفايس اي دي تساوي اللي هي الديفايس اي دي، تمام. عندنا هنا ال اد اول اد اد اول، هنا عندنا تو دوت عشان اضيف على الكريدنشال البيانات الجديده، اوكي، فهكتب له هنا تو دوت عشان اعطي له الاد اول، اوكي. نسوي سيف. الان احنا بنقدر انه احنا نرجع لللارافيل عندنا هنا ونمسح اللي هي التوكن، طبعا من التوكن كنترولر تبعنا في اللارافيل، هنمسح هذه اللي هي الويب ونكتب له ريكويست اللي هي الديفايس اي دي، اوكي، معناته انه هو يقرا لي الديفايس اي دي ويحفظ لي اياه في النيم هنا في الداتابيز في الخانه النيم، تمام. طيب المفروض انه احنا حاليا يكون شغال عندنا، فلو سوينا رن مره ثانيه اوكي للبرنامج، سوينا لوجن، اوكي سوينا لوجن، هنا طلع لنا في مشكله اللي هي اوكي HTTP status error اللي هي 500. لو جينا هنا على لارافيل نحكي له بس طلع لي اللي هو الستورج اللوجز laravel.log، هنا بيطلع لي شغله اللي هي الكرييت توكن ماست بي تايب سترينج نال جيفن، اوكي. طيب ماشي، احنا مثلا لو سوينا هذا ديليت وسوينا اللي هو ستوب، اوكي حذفنا البرنامج من هنا اللي هو عبارة عن الفلتر اندرسكور سانكتوم، سوينا له ان انستول، فالمفروض انه انا حاليا لو سويت رن مرة ثانية نستنى عليه لحد ما يسوي لي اتمت، اوكي، وارجع لكم اول ما يشغل الابليكيشن، تمام. الان شغل لي الابليكيشن، اوكي، هنسوي بس لهذا ديليت عشان نرجع نشغل من اول وجديد. هنيجي على اللوجن نحكي له لوجن، لاحظ انه انا كمان طلع لي هنا الايرور مره ثانيه اللي هو ال HTTP status 500 برضو مره ثانيه، اوكي. لو يجينا هنا على لارافيل، اوكي، برضو انه بيحكي لي انه هنا امبتي اللي هو الديفايس اي دي. طيب خلينا لو رجعنا على الفيوتشر ديفايس اي دي تحت، اوكي تمام، انا نسيت انه انا اسوي ريتيرن للديفايس اي دي بعد ما سويت التراي كاتش، فهنا راح نحكي له هنا بس ريتيرن ديفايس اي دي، اوكي، بس فقط لا غير. انا اعتقد انه الان راح يشتغل لو سوينا رن مره ثانيه، تمام. لو يجينا هنا سوينا لوجن، سوينا لوجن، اوكي تمام، جاب لي البيانات، وهنا البوست وهنا اللوك اوت. لو اجينا شفنا في لارافيل دوت لوج بطل في عندي ايرور، تمام، فنسكره ونروح نشوف الداتابيز. لو اجينا هنا على الداتابيز سوينا براوز، اوكي، طلع لي عندي مرتين، هذه المره الاولى اللي كانت فيها الخطا، فمعناته خلينا نسوي لها ديليت. عندي المره الاخيره اللي هي رقم 9 في عندي اللي هو النيم، صار اللي هو الديفايس اي دي تبع الاندرويد. طبعا هذا الرقم هيجي عن طريق الاندرويد، اذا كان عن طريق الاي او اس هيجي بالشكل هذا اللي هو لو يجينا هنا على الريدمي هيجي لي الويندوز، هيجيني على هذا الشكل، اوكي، على اللينكس هيجيني بهذا الشكل، الماك هيجيني بهذا الشكل، الاندرويد هيجي عباره عن ارقام، الاي او اس هيجي عن طريق هذا الشكل او الماك على ما اعتقد، واذا عن طريق الويب هيجيني اللي هو اليوزر ايجنت كامل، تمام. تمام، نرجع للموضوع تبعنا في الداتابيز. اذا بهذه الطريقه انه احنا بنقدر انه اذا سوينا لوك اوت انه نبعت معها اللي هو ديفايس اي دي. اذا حاليا انه مثلا اذا احنا سوينا لوك اوت بنقدر انه احنا نبعت معها الديفايس اي دي عشان يحذف لي التوكن من الداتابيز، اوكي. طيب بس قبل ما نبدا بهذه الشغله، في عندنا شغله ثانيه انه احنا بدنا نحفظ
البيانات تبعت التوكن هذه بطريقة آمنة على الجهاز الموبايل أوكي أو الابليكيشن هذا. فكيف الطريقة هذه؟ في عنا باكج، في عنا هنا باكج من الباب.dev، هنكتب له اللي هو فلتر، عفوا فلتر underscore secure underscore storage، بحيث انه نحفظ البيانات هذه بشكل امن. فلو دخلنا على الفلتر secure storage، طبعا هنا documentation تبعه اوكي. طريقة الانستوليشن اللي هي نفس الطريقة المعتادة، هناخد هذا الرقم اخر اشي في الباكج اللي هو version 4.1.0. لو رحنا على الريدمي نشوف بس كيف طريقة اللي هو حفظ البيانات اوكي بهذا الشكل اوكي. تمام، هنروح على الفلتر، هنروح على pubspec.yml، هنسوي له هنا install based ونسوي pub.get اللي هي الباب جيت او الانستولينج. تمام، بهذه الطريقه احنا سوينا انستول لهذا الباكج. نقدر نسكر الباب سبيك دوت يمل ونرجع للرن نشوف نكمل الشغل تبعنا. الان هنا عندنا في اللوجن، المفروض انه انا بعد ما اسوي الاويت تمت توكن، المفروض انه انا اسيف البيانات تبعت التوكن هنا عندي على الجهاز اوكي. فكيف الطريقه هاي تبعتها؟ راح نسوي function بسيط هنا بعد الـ get device هذه، نسوي له هنا store token اوكي، ونعطي له هنا الـ string token، نقول له هنا async curly brackets، ونحكي له اللي هو await storage. طبعا الستورج هذه لازم انه نعرف فيها المكتبه تبعت اللي هي المكتبه اللي نزلناها قبل شويه اللي هي الفلتر سكيور ستورج اوكي. كيف طريقه التعريف تبعتها؟ هنطلع فوق هنا عند الاوث، نحكي له هنا فاينل اللي هو الستورج اللي احنا هنستخدمها تحت يساوي اللي هي النيو فلتر secure storage اوكي. تمام، طبعا هنستدعي المكتبه تبعتها من هنا اللي هي flutter secure storage اوكي. تمام، نرجع لتحت عشان نكمل الميثود تبعنا. هنيجي نحكي له هنا الستورج دوت رايت اوكي. في عندي الكي اللي هو عباره عن الاوث، وهقول له هنا الفاليو اللي هي عبارة عن التوكن اوكي. تمام، بهذه الطريقة فقط. طيب هذه الستور توكن هنستخدمها في اللوجن اوكي، بعد ما نسوي الاويت اتمت اوكي. هنحكي له هنا ستور توكن اللي هو التوكن. تمام، بهذه الطريقة احنا احفظنا التوكن عندنا هنا بطريقة آمنة اللي هي سيكيور، بحيث انه احنا نقدر انه حتى اذا طفى الجهاز او طفى البرنامج انه رجع شغله مرة ثانية راح يتأكد انه هل التوكن هذا موجود او لا. تمام، طيب لو سوينا ريلود ونجرب نشوف. طبعا احنا لسه ما بدينا في عملية انه اذا تسكر البرنامج او لا، بس احنا بدنا نشوف اذا في عندنا خطأ من بعد الستور توكن. لو سوينا لوجن اوكي تمام، جاب لي البيانات. في عندي هنا اللي هو بيحكي لنا unhandled exception اللي هو missing plugin exception no implementation found method right on the channel plugin at nodes.com. يعني شغله بالنسبه للايرور اللي طلع عندنا قبل شويه، المفروض انه هنا في عنا في الفلتر سكيور ستورج في عنا شغلة تنبيه اللي هو الكونفيجر اندرويد فيرجن. المفروض انه احنا نفتح هذا الملف اللي هو الاندرويد اب بيلد دوت جريدل اوكي، ونخلي المين اس دي كي فيرجن اكبر من او يساوي 18 اللي هي الاندرويد
ديفولت كونفيج المن اس دي كي فيرجن يكون 18. طبعا خلينا نشوف ايش هذا الملف. لو فتحنا الفلتر وضغطنا دبل كليك على الشيفت راح تطلع لنا هاي الصفحه ونسوي له بيست اللي هي اندرويد ابل دوت جريدل راح يطلع لنا هذا الملف. لو فتحناه لو اجينا هنا دورنا على اللي هي المين اس دي كي طبعا هنا مطلع لنا المين اس دي كي عباره عن رقم 16 وهنا المطلوب مينيمم انه يكون 18. فلو خليناها 18 اوكي وسوينا سيف وسكرنا البيلد جريدل هنيجي على الابلكيشن تبعنا. طبعا انا حذفت الابلكيشن من الموبايل عشان الايرور اللي طلع قبل شويه. فلو سويت رن اوكي راح نشوف ايش راح يصير معنا. الان بنى لي الابلكيشن وحاليا هيشغل لي على الجهاز تمام. طيب لو سوينا لوجن وسوينا لوجن مره ثانيه لاحظ انه سوى لي كرييت بدون اي ايرور تمام. طلع لي انه انشا لي اياه وخلى لي اياه في الاستورج. معناته لحد هنا نوقف الدرس هذا ونكمل انه كيف يخلي البرنامج مسجل دخول لليوزر حتى لو اغلق الجوال او اغلق البرنامج ورجع شغله من اول وجديد. يعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تزور القناة لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب على الفيديو ومشاركة القناة مع المهتمين بالبرمجة ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية.